أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن الانطلاقة الرسمية لإذاعة هنا الخليج العربي تمثل بادرة مهمة تجسد عمق الروابط الأخوية التاريخية بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشعوب الخليجية الشقيقة، وتدعم تطلعاتها نحو الاتحاد الخليجي المبارك. وبمناسبة تدشين البث الرسمي لإذاعة هنا الخليج العربي من العاصمة المنامة، أعرب رميحي في كلمته عن اعتزازه بهذا الحدث الإعلامي المميز قبيل أيام من انعقاد أعمال الدورة 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وأوضح أن الانطلاقة الرسمية لإذاعة هنا الخليج العربي من مملكة البحرين إنما تنقل صوتنا الموحد إلى أمتنا الخليجية والعربية والعالم أجمع، في تأكيد تمسكنا بهويتنا العربية والإسلامية الجامعة والتزامنا القومي بتفعيل دور الإعلام في الذود عن أمن واستقرار أوطاننا. ونوه وزير شؤون الإعلام إلى الحرص على ترسيخ القيم الخليجية الأصيلة والقواعد المهنية الراقية في اتباع الحرية المسؤولة والشفافية والجودة والموضوعية وإبراز الهوية العربية لدول مجلس التعاون وشعوبها وبث مضامين إعلامية بناءة تخدم مساعينا نحو الوحدة والاندماج السياسي والاقتصادي. عندما نتحدث عن التعاون والاتحاد فإننا كخليجيين ضربنا أروع الأمثلة عبر تاريخ مشرف عبر رجال الرعيل الأول حتى يومنا هذا في التكاتف والتصدي لكل من يحاول التعرض لخليجنا العربي أمنياً وسياسياً واقتصادياً وإعلامياً. فنحن ولله الحمد شعب واحد تربطنا علاقات قربة ومصاهرة بقيادة حافظت على هذا الخليج بعز وكرامة، وقدرنا وقدركم كإعلاميين أن نتصدر المشهد ونتحمل مسؤولية تعزيز هذه العلاقة التي نفخر ونفاخر بها بين الأمم. جميع قطاعات دولنا لديها تعاون، حتى قدم أبناء الخليج أرواحهم دفاعاً عن خليجنا العربي، ومسؤوليتنا تعزيز هذا التعاون بإظهاره بالشكل اللائق والمطلوب، ونحن على حمل الأمانة إن شاء الله قادرين. وأكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حريصة دائما على دعم كل ما من شأنه تفعيل مسيرة العمل الخليجي المشترك انطلاقا من الروابط التاريخية والدينية والحضارية واللغوية والثقافية. وأشار في هذا الصدد إلى التزام وزارة شؤون الإعلام بتوفير كافة الإمكانات الإعلامية والفنية والتقنية والهندسية لخدمة المنظومة الإعلامية الخليجية المشتركة، بما في ذلك احتضان إذاعة هنا الخليج العربي ورعاية انطلاقتها الرسمية بجودة وكفاءة عالية، اعتمادا على كوادر شابة مبدعة ومتخصصة بمباركة من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام. وأعرب الرميحي عن ثقته في نجاح إذاعة هنا الخليج العربي في إعلاء راية الوحدة الخليجية وتوثيق روابط الأخوة والتكامل والارتقاء بالرسالة الإعلامية الهادفة في مضامينها الإنسانية والمعبرة عن روح المواطنة الخليجية والولاء لقيادتنا الحكيمة والانتماء للخليج العربي بتاريخه العريق وحاضره الزاهر ومستقبله الآمن والمشرق بإذن الله تعالى، في ظل التوجهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم. هنا الخليج العربي من عروس الخليج البحرين، إذاعة يصدح أثيرها في جميع دول الخليج، تنقل صوتا خليجيا عربيا موحدا يخاطب العالم أجمع على مدار الساعة في مبادرة خليجية واحدة تهدف لترسيخ القيم الخليجية الأصيلة بقواعد مهنية راقية تقوم عليها سواعد شباب الخليج من شمال الكويت وحتى جنوب عمان.
راح تعكس الإذاعة نهضة دول مجلس التعاون وحضارتهم وثقافتهم وفكرهم، وراح تركز على جوانب هامة في الشأن العام سواء على المجال السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، وراح أيضا تركز على التراث الزاخر لدول مجلس التعاون، وأيضا البرامج الشعرية والرياضية اللي نعدها من جانب البرامج الترفيهية. حقيقة أنا يعني سعيد أولا بانطلاقة هذا الصرح الإعلامي الذي يمثل ثمرة من ثمرات العمل الإعلامي الخليجي المشترك، ثم سعيد أيضا أن أسهم ولو بشيء بسيط في انطلاقة إذاعة هنا الخليج العربي، وسعيد أيضا أن أكون حاضرا ومتشرفا بالمشاركة في حفل الانطلاق. أبرز شيء يعني ممكن أن احنا ننتظره من إذاعة هنا الخليج العربي توحيد الرسالة الإعلامية والتعبير عن مشاعر ومتطلبات أبناء دول مجلس التعاون، ثم إبراز المكتسبات التي تحققت خلال مسيرة تجاوزت أكثر من 30 عام لمجلس التعاون دول الخليج العربية، وإبراز الأشياء المشتركة والعمل الخليجي المشترك بشكل عام. ومن قلب بيت الإعلام في وزارة شؤون الإعلام تنطلق الإذاعة الخليجية بإمكانات فنية وتقنية عالية بالتشارك مع الإذاعات الخليجية لخدمة المنظومة الإعلامية المشتركة بهدف إعلاء راية الوحدة الخليجية برسالة تحمل روح المواطنة والانتماء. طبعا إذاعتنا الخليج العربي كوادرها من دول مجلس التعاون، احنا طبعا سوينا جدول وفصلنا فيه حوالي بشكل أسبوعي ناس تينا من قطر، من البحرين، من الإمارات، من عمان، من السعودية، كلهم شباب طبعا معدين مذيعين ومراسلين. هي إذاعة خليجية موحدة في دول مجلس التعاون، مسموعة في دول مجلس التعاون كلها عبر أثير الـ FM في طريقة إعادة البث، بمعنى أن راح تكون في كل دولة خليجية محطة وتردد إن شاء الله تكون مسموعة في المجتمع الخليجي. هدفها ومخطط لها أنها تكون موجهة للشعوب الخليجية. طبعا التجربة جديدة كليا أكيد بالنسبة لنا في إذاعة هنا الخليج العربي، ومغايرة يمكن عن أي تجربة سابقة مرينا فيها، لأن جزئية التواصل الخليجي اللي راح تكون موجودة بقوة في هذه الإذاعة، جزئية العمل المشترك اللي يمكن ما حصلت لنا بشكل دائم ومستمر، كانت تحصل ربما في بشكل موسمي بشكل متقطع في أوقات مثلا القمة الخليجية في مناسبات خليجية معينة، لكن أنك تعمل بشكل مستمر مع فرق عمل مؤلفة من مذيعين ومعدين ومخرجين ربما في المستقبل من كافة دول المجلس الست، أكيد تجربة جدا مختلفة راح تكون ثرية بكل المعاني، ونتمنى مثل ما بتكون ثرية لنا نتمناها تكون ثرية للمستمع. نشر قيم الود والتسامح وبث المضامين الإعلامية البناءة هو ما تهدف له إذاعة الخليج العربي لتخدم ما ترنو إليه طموحات أبناء الخليج نحو الوحدة والاندماج، والتي تنبع من عمق الروابط التاريخية والدينية والحضارية من خلال موجات إذاعية يجذب أثيرها القاصي والداني. ها هي الكلمة تتحد والعناوين تندمج تحت هدف واحد واضح رسمته أعمدة خليجية ست جمعها التعاون المشترك الذي ضرب أروع الأمثلة على مر التاريخ. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.